هذه قصة جوج خوت كبزاف ديال الخوت حلموا من صغرهم يقراو ويخدموا ويجعلوا في والديهم باقين كيتقاتلوا وخا الظروف قتلات فيهم العزيمة ولكن باقين تايقين في الله سبحانه وتعالى وباللي غادي يجي داك النهار اللي غادي يطلعوا الفوق وكل شي غادي يفتخر بهم. ما تبكيش أمي متي دموعك غاليين عليا دابا يفاجئها ربي وتهزي راسك بيا أنا العاطل مشات حياتي باطل أنا ديما حاصل حتى في جيبي واحل أنا لا 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 ملي ناد الحالة ما بقيناش باغي نكونوا على والدينا لا 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 ملي ناد الحالة ما بقيناش باغي نكونوا على والدينا منتي ما عرفش شنو الحل ما عرفش شنو ندير واش نخليك تانا ونرحل ولا نغني ليلة طويل جنينة غشك وسط نحل مش روحو مخبي عليك وش حامن باب ما بغى يتحل ان شاء الله لابس ربي كبير يما سمحي لي لعيش عيش ما نقلب ونجول عطيت بزاف وقع ما خديت وحتى اللي بغيت طلعت مور شفامي خدينا احلى شواهد وفاتو شحال ديزاني يا دنيا قولي لي علاش غادي كظلامي داكشي انا تمنيتو كنشوفو غير في حلامي ما تبكيش امي متي دموعك غاليين عليا دابا يفاجئها ربي وتهزي راسك بيا انا العاطل مشات حياتي باطل انا ديما حاصل حتى في جيبي واحل انا لا 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 ما قديش نقول عيش ما قديش نوصف لقلبي يما زعفان وحيش شحال من مره كنقول هضره وكنلقى راسي ملي كنزيد غير خطوه وكنطيح ملي جا يما ملي ملي جا يما ملي لا 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 ملي ناد الحالة ما بقيناش باغي نكون على والدينا انا لا 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 ملي ناد الحالة ما بقيناش باغي نكون على والدينا انا لا 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 ملي ناد الحالة ما بقيناش باغي نكون على والدينا انا كل مشكل عنده حل وكل حل خاصه بزاف ديال الفرص انا واحد من بزاف ديال الناس كانوا عندي تانا مشاكل ولكن كان خاصني نخرج منها تيق بيا تقاتل باش توصل لداكشي اللي باغي نتا